صباح الخير. اليوم فقط فرحانه بزاف حين غنتلاقاكم في فيديو جديد، وفرحانه اكثر حين غندير واحد الحاجه كتعجبني بزاف، تقدروا تقولوا من الهوايات ديالي اللي محمسني اكثر، وانني غادي نشارككم هذا الشيء. الوريدات ديالي كبروا، كنحاول انا اللي نسقيهم كل نهار اذا قدرت. منها نتفكر صاحبتي اللي جابت لي هاد لو بو بو كوم كادو، ومنها نشوف كل صباح هاد اللوينات زوينين بزاف. خاصني نقيد كاع داكشي اللي غادي نحتاج للغرض ديالي باش ما ننسى حتى حاجه. اليوم بغيت نشارك معكم فكره اخرى من بعد دي اي واي الاول اللي كنت درت، واللي غادي تلقاوه دابا الفوق، واللي الموضوع ديالو كيفاش نصاوبو هديه اولا كيفاش نصاوبو ان كادو شي حد عزيز علينا بطريقه مينيون و اكسبريسيف. الهدايا اللي كنديرو فيهم مجهود و توشي بيرسوناليزي كيعيشو دائما كثر. ونخليكم مع لا ليست ديال لي زيليمون اللي غادي نحتاجو. جيت لان غران سيرفاس باش نتخيل في الشكل والموديل ديال الجار اللي بغيت. كما كتشوفو كاينين بزاف الاشكال والاحجام، انا في الحقيقه محتاجه لشي حاجه معينة. شوفوا شحال مينيون هاد الجار، شحال زوينين هاد لي كولور فيب. شوفوا لي هادي شحال سامبل ديال هاد المود اوتان. ما عجبنيش غير هاد لي زامبريفي اللي مكتوبين فيها، ما غاديينش اون فاز مع الغرض اللي هيش محتاجاها. او شحال سامبل وكيوت هادي، بحال هاد الشكل محتاجه. خاصنا دي بونبون، الو اختاروا معايا شنو ناخد. انا راني حرت حيت هادشي كتير بزاف، واخا الصراحه حتى حاجه من هادشي ما كتعجبني. انا صافي لقيت داكشي علاش نقلب. باغ كونطخ مارشميلو كيعجبني بزاف. فوالا دابا خدينا كاع اللي نقدروا نحتاجو من هنايا. خاصنا نمشيو دابا لاي ليبراري نتقداو منها المباقي اللي كاين في اللائحه، ونمشيو للدار باش نقادو الكادو ديالنا. اي فوالا جبتكم تشوفوا معايا كيفاش غادي نصاوب الجار ديالي. الوغ هادي هي الجار اللي اختاريت فينالمون في اخر دقيقه. شوفوا لي شحال اوريجينال وكيوت. اي هاد لي 4 امبريمي، هاد لي 4 فوي هما لونسومبل لي بونسي بوزيتيف اللي اختاريت باش نستعملهم في هاد ليدي ديال دي اي واي ديالي. ونبداو نقطعوا لي بونسي ديالنا. اي فوالا قطعت لي بتي بو دو بونسي بوزيتيف ديالي، اي دابا غادي نبدا نصاوبهم على شكل دي رولو صغار، اي نلصق داك لو مورسو ليبر ديالهم داك الطرف ديالهم بان بو دو روبون. تبعوا معايا. فوالا ساليت. اي دابا احسن ايطاب غادي نبدا لو رومبليساج ديال الجار.
Et voilà le cadeau d'Yali prêt à être offert. J'espère que tu vas le DIY. Tu vois ce que c'est le seul livre. Et si tu veux un haja, je vais le dire à l'autre personne. En attendant la prochaine vidéo, merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine.